الحقيقة أنا أذكر أن كان هناك لقاء أيضا في بيت الحكمة لكن في الليل، وكان الكلام رسائل أب موجهة لأبنائه يخاف عليهم من مضلات الفتن، من كيد الشيطان، من خطوات الشيطان، من ولا تقربوا المنهج القرآني، خوفنا على أبنائنا وبناتنا بهالأجهزة التي الآن صارت في جيوبهم وفي أيديهم، وصار الواحد فقط لمسات على الشاشة وينتقل للعالم الآخر، يروح ويرى ما يريد يتواصل. يعني قديما الفتاة في بيتها والفتاة في بيته ما عندها أحد إلا أن الرجال يطلع يستقبل له واحدة عند الباب ويقلطه، لكن الآن يقلطه في جواله ويدخله معه في غرفة نومه ويسولف معه ويصور له اللي يبي ويطلع على كل الخفايا اللي عنده. فكان الكلام ذيك الأيام كنت أتكلم عن خوفنا على بناتنا وخوفنا على عيالنا من أنهم قد يستزلهم الشيطان ويبنون علاقات غير حلال، وذلك أن البنت تعجب بالابن والابن يعجب بالبنت، يعني الرجال يعجب بفتاة لا تحل له، وكذلك البنت قد تعجب وتبدأ تصير في ترسل أحيانا بعض صور أو ترسل له بعض الكلمات الإعجاب أو فيسات الإعجاب، وكذلك الشاب يصلح لها الكلام هذا ويبدأ يعبث بقلب هذه المؤمنة المستقرة صاحبة الحياة بنت الحمولة الطيبة الصالحة بنت الرجال اللي كلنا نتشرف بهن وهن بناتنا، والله ما نخاف على بناتنا أكثر من خوفنا على بنات المسلمين، وهم وكل مسلمة عرض لنا. وفي هالقناة حقيقة إذا أرسلت الرسالة ليس فيها صورة اتهام من لأحد ولا نقصد بها شخص، إنما نخاف عليكم، نخاف عليكم، لأن الآن القنوات والجوالات والدخول في معرفات والدخول مع الشباب للإعجاب والدخول لمدح امرأة تمدح رجل، والرجل هذا يجدها يراها من بعيد ثم بعد ذلك قد يعبث بقلبها، وأنا أحملهم المسؤولية أحيانا. نعم، وصول الفتاة إلى الفتى عبر الجوال فيه مشكلة، الله يقول ولا تقربوا الزنا، نخشى أن يعبث بقلبها. نحن لا نقول إن نظرة المرأة للرجل حرام، هي حرام إذا كانت المرأة تنظر للرجل بعين فيها ريبة، أما النظر العام فهذا مباح، لكن بعضهم لا، تجاوزت النظرة البريئة والنظرة المباحة، والله يقول يعلم خائنة الأعين، إن شاء الله سمى بعض العيون تخون، بعض العيون تخون، ولذلك نخاف على بناتنا أنها ترسل أنها تعجب بشاب لا يحل لها شرعا، أو شاب يرى هذه الرسائل والثناء والدعاء ثم بعد ذلك ينحرف لأنه يشتهر بذلك، والمشتهرين وأهل الشهرة نخاف عليهم ونخاف منهم، نخاف عليهم ونخاف منهم. وهذا الرسالة التي كنت أقولها، لا نشكك في بناتنا، أنتم تاج الرأس كل مؤمن، وفيه بنات لنا من أصلابنا خرجنا، نخاف عليهم ونخاف عليكم مثل الخوف عليهم. وكذلك أنا أرسل الرسالة للأبناء الشباب، الشاب الذي الله عطاه وسامة، عطاه موهبة، عطاه شهرة، عطاه أي أمر مما أعطاك الله، إياك أن يكون هذا بوابة انحراف لك أو لغيرك. أنت رجل، أنت قرة عين هذه الأمة، أنت وراك آباء وأمهات يبونك ترفع الرأس، ورفع الرأس هذا لا يكون إلا بطريق الحياء والإيمان، ولذلك احذر أن يكون لك حياة سرية ما أحد يدري عنها، تظن أن الله لا يعلم عنها، أو تختفي خلف الأسوار بمعرف أو غيره، احذر، أو أنك تقبل هدايا ولا تقبل ثناء زائد ثم بعد ذلك تبدأ تتراسل وتسقط وتميل، ومن هنا نحن نخاف. وذلك أبو فزاع عندما يقولني بالرسائل الأبوية، افهموا يا أبناتنا ويا أخواتنا ويا أبنائنا ويا أخواننا، هنا والله إنا نخاف، نخاف لأن الشهرة ولأن الإعلام يا أحبابي قرب كل شيء بعيد، وجعل الإنسان حين يسكر الباب، والباب هذا باب يغلق لكن باب الله ما يغلق، باب الله لا يغلق، ولربما تختفي من الناس ولا تستخفي من الله. وبعضهم قال يعني ما تبي نرى الرجاجيل، ولا المرأة وكل رجل أو امرأة أعرف بنفسه، إذا هذه الرؤية تؤثر في قلبك
وفي إيمانك وفي حيائك، ابتعد، كل أدرى بنفسه. ولا نحن ولا نحرم الرؤية، لكن نحرم التعلق، نحرم الإعجاب الزائد، نحرم أن يرسل هدايا وترسل رسائل ويرسل فيسات ويرسل مواقع، ويبدأ يبقى المرأة مرأة، يبقى الرجل رجل، يبقى الرجل رجل ما دام يحترم نساء المؤمنين وأعراضهم. ووالله إني أرى أثر الذين خافوا على الناس وعلى أعراضهم، أرى أن لهم أثر دعوي وأثر إيماني وأثر تربوي. ومن يوم تشوف الرجال يدور له يتميع، ولا تجد أنه يسقط من عين الله ومن عين الناس، وتجد له لا أثر. ولذلك أحبابي، الرسالة اللي نخليها ما فيه مشكلة أن تكون حوار، لكن نقول الرسالة: احذر أيها الرجل، ابقي في علياء رجولتك، فإن الذي يراك، نحن لا نريد يرى الناس منك إلا قيم هذا الدين واعتزازك بهذا الدين وبقائك رجل حتى ينسب إليك الرجولة. ولذلك لا تتميع ولا تبدأ تضعف ولا تخرج كلمة تنقصك أمام الناس حتى يرغب إليك إناث الناس. احذر، فأنت رجل ما دمت تحافظ على عيون بنات المسلمين وتحافظ على تربية بنات المسلمين. الناس وثقوا فيك يا مشتهر ويا مشهور، وثقوا فيك، معنى ذلك أنهم خلوا هذه القناة وغيرها من القنوات المحافظة تخرج أمامهم، معنى ذلك أنك تقدم قيمة وتقدم إيمان وتقدم دمعة خشية من الرحمن وتقدم كلمة تبقى. والكلام العموم يعني مشاهير سناب، أي مشهور، حتى لو ما أنت مشهور، حتى لا تتتبع الناس، لا تتتبع. صلى الله عليه وسلم يقول: من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته. ولذلك من تتبع الله عورته فضحه في بيته. لذلك مثل ما قال أخوي، احنا لا نتكلم عن مشهور قناة بداية فقط، او مشهور الشاعر، المنشد، اللاعب، الممثل، اي مشتهر. والان الاشتهار صار بسناب، ناس ما يعرفونهم ومتابعينه بالملايين. ولذلك نقول يا احبابي، يا زينك تشتهر في الحق وفي النور وفي هداية الناس للهدى. تلاحظ يا أبو فزاع، أحيانا يقول بعضهم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، فيهللون الناس، يسبحون الناس، أجور أجور، اقرأ قبل النوم سورة الملك، يا زين ذا الشهرة، أوقاف تكتمل ومشاريع، الله أكبر، شيء كثير. ولذلك إياك أن يشعر واحد إذا تقلنا كلمة انتبهوا لا تتعلق بمشهور، يقول: إيش قصدك؟ لا يا أخي، تكلم ببراءة نية، ما قصدنا إلا الخير والخوف والأبوة والمحبة والرحمة. نحن نخشى أن تزل قدم بعد ثبوتها، نخشى وربي أن يقول يا أحد يا ليت، أو تقول يا أختي يا ليت. تفضل يا طويل العمر. الآن طلع عمرك، يعني إيش الضابط بالنسبة يطلع عمرك الآن القنوات وفيها يعني أشياء تعرض دائما في التلفزيون، والبيت بيكون في تلفزيون، ايش الضابط يا طول العمر للمرأة المحافظة اللي ودها انها طال عمرك تستفيد وتطالع التلفزيون لكن انها تخبر كثير القنوات واشياء، فايش الضابط اللي هي ممكن تتبعه نساءنا وبناتنا وزوجاتنا في البيوت؟ الضابط انها تنظر للقناة بعين الاستفادة من النافع فقط، اللي مهم النافع لا تستفيد منه. ثانيا، اذا هي نظرتها الى رجل يعلقها به فلتشحن تصرف بصرها. وأنا إذا كانت نظرتي للقناة أيضا تعلقني بشيء أصرف بصري. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اصرف بصرك، قالها لعلي رضي الله عنه، لأن العين إذا أدمنت الرؤية. لأن الآن أنا لو أنا أنظر إلى 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 مشهد من المشاهد، والمشهد هذا أنا ما علي من اللي يتكلم فيه، أنا معجبني صورته، هذا يجعلني ما أستفيد من الحق اللي يقوله، ولو يقول الجنة يمين والنار يسار ما علي الحين من الجنة والنار، أنا متعلق بصورة الرجل هذا. فإذا كان التعلق بلغ القلب أن أشرب، لا أتجنب. ولذلك ألف يشوفون القناة ما عندهم بس واحدة من الألف، واحدة نظرتها اختلفت وتعلقت وبدأت تبحث عن التواصل، أو رجل أرسل الرسالة: أنا معجب فيك أو معجبة فيك وأحبك. الرجل هو نفسه أحيانا اللي يفسد الفتاة، يرسل لها نعم رسائل وغيره. أنا أقول بناتنا ما بالمسؤولية كلها عليك، نعم لا هي مشتركة، لكننا نقول من باب الخوف، أيعاب على واحد يخاف عليكم؟ ما يتهمكم، ولا يمكن أن نتهم مؤمن ولا مؤمنة، محشوم. ووالله إن كلكم عيون في الرأس وكلكم أعراضكم أعراضنا،
وأن ما نخاف عليكم إلا كما نخاف على ذرياتنا. ولا يؤمن المؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ودائما أنا رسالة من أب، دائما إذا سمعتوا الموعظة احملوها محمل جميل، هذا داعية، هذا واعظ، هذا شاعر، هذا منشد، هذا إعلامي، هذا مقدم، إذا قال كلمة وانت تعرف المقناة محافظة، وما جاك في خندق من خنادق الباطل، جايك في نور من أنوار الحق، إذا قال الكلمة احملها على أنه يبي لي الخير، أنه مشفق علي. حتى لو قلت أنها أخطأ لا تقول وش تقصد، ترى وش تقصد معناها أنك تدخل في صدر المؤمن وتبحث عن النية. النوايا لا يعلمها إلا الله. الله، اللي يعلم ذات الصدور هو الله، اللي يعلم الخفيات هو الله، اللي يعلم ما تكن صدورنا هو الله، هو العليم سبحانه. ولذلك إذا قال لك واحد أنا ما أقصد ذا يا الربع، ما أقصد هذا، صدقه. ولهو عمر يقول إذا لم تجد لأخيك عذرا فابحث له عن 70، فإن لم تجد فاتهم نفسك. 70 ولا بعد وصلت له، ما لقيت له حل، ما لقيت له عذر. ولذا نحن نعم، ونحن في العد التنازلي لرحيل هذا المجلس الجميل. الله الله، المجلس حقيقة اللي دخل في بيوتنا. وأدري أن بعض الناس كان يقوم الساعة 10:30 والحين صار يقوم الساعة 9:30، وقهوته وشاهيه والمراصيع والخير والطيب والفاكهة كلهم أمام هذا، وضيفتوهم، الله يضيفكم بالجنة. آمين. وشكر الله لك يا أبو فزاع ولآباء الغالين، بيض الله وجيكم، ضيفتوهم، أدخلتهم السرور. يا أخي اللي يدخل السرور يا نفس مؤمن مرة مرة فله من الأجر العظيم كيف 100 يوم أنتم تسرون. تفضل يا أبوي. معك الله يرحم والديك.